كشفت الفنانة المصرية مي عز الدين بوجود صلة قرابة تجمعها بالفنانة القديرة زبيدة ثروت وأنها حفيدتها، ويذكر أنها لقبت زبيدة ثروت بقطة السينما المصرية وعشقها الكثيرون. وخلال حلول الفنانة مي عز الدين كضيفة مع الإعلامي نيشان في برنامج أنا والعسل، اعترفت أنها بالفعل حفيدة الفنانة زبيدة ثروت، ولم تذكر ذلك في بداية عملها لكي تشتهر بعملها وفنها فقط، الأمر الذي أيدته جدتها الفنانة زبيدة ثروت. يذكر أن الفنانة زبيدة ثروت من العائلة المالكة، لكنها أخفت ذلك السر خوفا على حياتها بعد ثورة يوليو. أظن دي مفاجأة للكثيرين، وهتشوف بقى دلوقتي أسرار عن مي عز الدين أعتقد ما تعرفوهاش. مصرية اسمها الحقيقي مهتاب حسين عز الدين، ولدت يوم 19 يناير عام 80 في أبو ظبي بالإمارات، ثم عادت مع والدتها إلى الإسكندرية وهي لا تزال في الثالثة من عمرها، وحصلت على بكالوريوس من قسم دي وهي طفلة. حصلت على بكالوريوس من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، وقامت بتمثيل العديد من الأدوار في السينما المصرية والإنتاج التلفزيوني في مصر. وكانت قد خطبت في عام 2009 إلى اللاعب محمد زيدان، ولكنهما انفصلا بعد ذلك. وقالت الفنانة أول بقى فيما أكدت الفنانة مي عز الدين أنها لم تحب في حياتها إلا مرة واحدة، كانت للاعب كرة القدم محمد زيدان، ولكن اختلاف شخصياتهما أجبرهما على الانفصال. هنا ده حبها الأول، وكان خطيبها محمد زيدان، ودي صور ليهم أيام ما كان بيلبسها الدبلة، هنا مع لميس الحديدي. وقالت إن زيدان أصبح من أقرب الأصدقاء إليها، ونفت كل ما قيل عن خيانته لها أو زواجه أثناء ارتباطهما، وشرحت أنهما أثناء ارتباطهما كان يتشاحنان كثيرا ويصرخان في وجه بعضهما، حتى اكتشف أنهما لن يصلحا لتكوين أسرة واحدة فقرر الانفصال. ولم تنكر مي تفكيرها في الزواج والاستقرار كأي فتاة، وأضافت بالتأكيد أي فتاة تفكر في الزواج والاستقرار، فلا توجد فتاة لا تتمنى أن يكون لديها بيت وأبناء وزوج، وأؤكد أنه عندما أعثر على الرجل المناسب الذي سيستحوذ على قلبي وأشعر معه بالحب والأمان سأتزوجه فورا، لكن حتى الآن لم أعثر عليه. وكان زيدان قد صرح مؤخرا أنه عاد إلى زوجته الدنماركية شتينا التي وصفها بحبه الأول بعد فسخ خطبته من الممثلة المصرية مي عز الدين، هنا مع زوجته الأولى، وانفصل برضو بعدها عنها. دي أنجب منها طفله الأول، مراته الدنماركية شتينا. ومن ناحية أخرى، فقد شارك لاعب كرة القدم السابق محمد زيدان برفقة زوجته الثانية ميناس في فعاليات حفل استقبال كأس العالم والتي أقيمت في الجونة. هنا بقى اتجوز مؤخرا الزوجة الثانية ميناس، واستطاعت ميناس أن تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها. زوجة محمد زيدان ظهرت بإطلالة كشفت جمال قوامها وأناقتها، حيث ارتدت فستان بينك، ده الفستان الوردي اللي لبسته. الفستان أظهر جمالها وتغزل جمهوره في جمالها بعد قيامه بنشر صورة جمعته بها من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام. هنا حط صورة زوجته التانية، هو اتجوز الأولى شتينا، وبعد كده خطب مي عز الدين، وبعد كده اتجوز التانية ديت ميناس. زوجة زيدان الجديدة ارتبط بها بعد انفصاله عن زوجته الدنماركية شتينا والتي أنجب منها مولوده، وكانت سببا رئيسيا في انفصاله عن الفنانة المصرية مي عز الدين والتي ارتبط بها لفترة قصيرة وبعدها انفصل. هنا على اليمين مع زوجته التانية، وعلى الشمال مع مي عز الدين. جمال ميناس زوجة محمد زيدان الجديدة جعل الكثير من جمهوره يعتقد أنها أوروبية، وذلك بسبب لون شعرها وملامحها الأوروبية.
أنا مع مراته تانية إيناس. ولكنهم صدموا عندما اكتشفوا أنها مصرية، وعقد بعضهم مقارنة بينها وبين الفنانة مي عز الدين. أنتوا إيه رأيكم؟ من ناحية أخرى، يستعد محمد زيدان لاستقبال مولوده الأول منها ومولوده الثاني بعد ابنه الأول الذي أنجبه من الدنماركية شتين. الفنانة مي عز الدين أنها ولدت في إمارة أبو ظبي عام 80، وانفصل والدها ووالدتها قبل أن تكمل عامها الثالث، فعادت بها والدتها إلى مسقط رأسها بالإسكندرية موضحة أن والدتها مسيحية ولا تزال، لكنها ساعدتها على الالتزام بتعليم الدين الإسلامي وقواعده إيمانا منها بأن على كل إنسان أن يعيش كما ولد وأن يعبد الله كما خلقه، مشيرة إلى أنها باعتبارها ولدت لأب مسلم. أنا مع والدتها، صور جميلة ورائعة. فقد حرصت والدتها على أن تلتزم بالدين الإسلامي، وأضافت مي عز الدين خلال استضافتها في برنامج أنا والعسل الذي يقدمه الإعلامي نيشان أن والدتها كانت أحرص منها على أن تصوم خلال شهر رمضان وأن تصلي الفروض في أوقاتها، مشيرة إلى أن المرة الوحيدة التي عاقبتها والدتها بالضرب على ما فعلته كانت بسبب تقصيرها في الصلاة. وأوضحت أن ذلك يعود إلى قناعة والدتها بحرية العقيدة لكل إنسان، لذلك كانت تشجعها على قراءة القرآن، مضيفة أن والدتها لم تحاول ولو مرة واحدة أن تدفعها إلى اعتناق المسيحية ولو بإشارة. وقد شاركت النجمة المصرية مي عز الدين جمهورها عبر صفحات أشخاص على انستجرام صورة تجمعها بأختها غير الشقيقة هبة بمناسبة حفل زفافها. دي أختها غير الشقيقة هبة، وهنا صور جميلة معاها بفرحها. وقد قدمت مي عز الدين التهنئة لشقيقتها هبة غي عبر الصورة، وتمنت لها حياة سعيدة وزواج سعيد. وارتدت مي عز الدين فستان ناعم من الدانتيل الأبيض والأسود، لفت الأنظار لجمالها وجاذبيتها. هبة هي ابنة والد مي عز الدين من أم أخرى، وقد ذكرت مي عز الدين سابقا مدى محبتها وعلاقتها القوية بشقيقتها هبة منذ الطفولة. في عام 2001 نمي إليها أن المطرب محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب. أخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم المخرج محمد النجار الذي وجد فيها الجمال والموهبة. وبسرعة تم الاتصال بمحمد فؤاد الذي أخذ بجمالها وأسند إليها الدور. والظهور الثاني لها كان في مسلسل أين قلبي الذي لعبت فيه دور ابنة الممثلة يسر، حيث أعجبت بها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فقامت بمكالمة مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي، وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند لها الدور لها رغم وجود 40 مرشحة، وأكدت أنها تعلمت الكثير من الممثلة يسرا من خلال المشاركة معها. من ناحية أخرى، اعترفت الفنانة مي عز الدين بأنها مصابة بفوبيا الدم، وأضافت أنه يكاد يغشى عليها لو شاهدت أي منظر للدماء، سواء ذبح أي شيء أو جرح أي شخص تعرفه أو لا تعرفه. وتحكي مي عن أحد المواقف فتقول: كنت في أحد مشاهد تصوير مسلسل يا ورد مين يشتريك، والمفروض أني أطارد بطل المسلسل بسيارتي، فانقلبت السيارة وانقلب معها الموضوع بجدية. فالمشكلة ليست في السيارة التي انقلبت وكنت هموت، ولكن المشكلة والرعب بجد حينما وجدت قدمي تنزف. وقتها أصبت بنوبة صراخ وعويل، وبصراحة كنت لا أشعر بأي ألم، ولكن منظر الدماء هو الذي فزعني، وكانت فضيحة أمام أصدقائي وصديقاتي في المسلسل، يعني في الوسط الفني كله. حب الأهل.
قامت الفنانة مي عز الدين بإغلاق خاصية التعليق على منشوراتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وذلك بسبب الهجوم المستمر عليها بسبب الدور الذي أدته في مسلسلها البرنسيسة بيسا الذي لم يحظى على استحسان بعض الجمهور. دي البرنسيسة بيسا. وقررت مي غلق التعليقات بعد تلقيها المزيد من التعليقات السلبية حول دورها بالمسلسل حتى لا يتسنى للبعض التعليق عليه. وحاول عدد من نجوم الوسط الفني تقديم الدعم والمساندة لمي، ومنهم الفنان أحمد السعداني الذي يربطه بمي علاقة صداقة قوية، مشيدا بالمجهود الذي قدمته قائلا: مجهود مش طبيعي وعاجب ناس كتير، وربنا يكمله ليكي على خير. ده البوست، وقال دي هي دي، انتوا بتستغربوا ليه؟ وهنا برضو محمد أنور دعمها وكتب: مبروك يا مي، وبجد انا فرحان ومبسوط، وليا الشرف اني معاكي في المسلسل، وفرحان ومبسوط اني عرفتك لاني كسبت اخت طيبة وجدعة وقوية. مي عز الدين فنان. لو اعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.